قدم مطال الزمان ضروري واحد النهار ما كتبان الحقيقه اخوتي، هذا الوحش الادمي اللي اغتصب الوليدات الصغار واللي اهتك العرض ديالهم في البحر قدام الناس وقدام الملأ. هذا الوحش الادمي اللي غيتبين انه كانوا عنده ضحايا كتار، اللي منهم الطليقه ديال الاخ ديالو اللي كان كيبتزها وكان كيحاول انه يغتصبها، وتبين انه كان ايضا كينصب على الناس فاش كان خدام في واحد الوكاله عقاريه يعني سمسار، وتبين كذلك انه كان مواعد ام الضحيه اللي هو الطفل وسيم بالزواج، كان مواعدها اخوتي بالزواج وكيقول لها انا غنحقق لك كاع داكشي اللي كنتي باغاه، وانا هذاك المحل اللي عندك غناخذو وغنكبرو وغنوليو لاباس علينا وغنتهلا فيك ونتهلا في الولد ديالك. ما بقى ما يتخبى اخوتي، هذا المجرم راه بان، وبانوا الجرائم الشنيعه اللي كان كيديرهم من شحال هادي. وهذوك الوليدات الصغار اللي دار لهم ديك الحاله في البحر ديال الجديده فاش حصل، راه تبين عند الشرطه فاش كانوا كيديروا معاها المحضر انها ما كانتش اول مره كيهتك العرض ديالهم. والحمد لله الله ما كيرضاش بالظلم، هذا المجرم اخوتي طاح طيحه خيبه، وبانوا كاع الضحايا ديالو اللي شهدوا فيه في المنابر الاعلاميه، وبانوا حتى البعض من الجيران، وبانوا حتى الناس اللي كانوا خدامين في واحد الدوش اللي كان كيدي ليه الوليدات الصغار وكيغتصبهم وكيتناوب عليهم ولد الحرام. وهو الطريقه اللي كيدير كيستدرج دري ديما مع صغير، كل مره كيجي ما نقول لك الصراحه ماشي واحد ولا جوج ولا كيجيب ثلاثه كيجيب اربعه، كيديروا وحدين في الدوش وهو في الدوش ديالو كل مره كيجيب دري. الحمد لله والشكر لله، العداله الالهيه كاينه اخوتي وغتبقى كاينه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو جديد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا هذا الفيديو اخوتي الله يسهل عليكم عطوني لي لايك ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق، والناس اللي كيدخلوا لعندي لاول مره خليوا لي ابوني ومرحبا بكم كاملين في القناه ديالي. وكنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين انكم تكملوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، لانه عندي بزاف ديال الاشياء المهمه اللي غنقولها لكم في هذا الفيديو بلا زواق وبدون لغه خشب. المهم اخوتي، بالنسبه لاخر المستجدات في هذه القضيه ديال بيدوفيل الشاطئ، هو انه اعترف بجميع التهم المنسوبه اليه لدى محضر الضابطة القضائية. اعترف اخوتي انه كان كيهتك العرض ديال هذوك الاطفال، انه كان كيديهم، انه مارس عليهم شحال من مره كما قلت لكم في الدوش، في البحر، في مستودع تغيير الملابس، وتبين اخوتي انه كان كيديهم حتى الغابة، كان كيديهم لشي دار في الغابة اخوتي وكيمارس عليهم. في حين اخوتي الجلسة تأجلات لان المجرم كيطالب بحضور المحامي ديالو، وانا شخصيا واعوذ بالله من قولة انا كاستنتاج درته على هذا الفعل الشنيع والاجرامي ديال هذا الذئب الادمي الذي لا يمت لاخلاق المغاربة، والذي لا يمت لديننا، والذي لا يمت لعقيدتنا كمسلمين وكمغاربة احرار، بصلة ان هذا الوحش الادمي وهذا المغتصب ديال الاطفال كان كيبتز الاطفال، كيبتز الاطفال بحبهم للكره، بحبهم للكره المستديره. يعني اخوتي كان كيقول لهم اللي بغى يلعب، بهذه العباره اللي بغى يلعب راه عارف اشنو خاصو يدير، ما بغاش يتكل على الله، بغيتي تلعب مرحبا اجي راك عارف اشنو خاصك دير، ما بغيتيش دورميا. وكما قلت لكم اخوتي في بداية هذا الفيديو انه بانت معطيات جديدة ومستجدات خطيرة جدا في هذه القضية، اللي هي اولهم كما قلت لكم كان كيمارس من مدة طويلة على هاد الوليدات الصغار. وحاجة اخرى دائما اخوتي غنبغي نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو، هو ان هذا الوحش الادمي فاش غيديه السلطات لمخفر الشرطة على اثر هاد الواقعة ديال شاطئ الجديدة غادي ينكر جميع التهم المنسوبة اليه. واخا كان الفيديو اخوتي كيوثق لذاك الفعل الشنيع غيقول لهم لا انا كنت غير كنبوسهم عادي، وان هذاك الفيديو غير مفبرك، وغيقول لهم لا هذيك هي الطريقه ديالي كيفاش كنسلم على الوليدات، لا راه وليداتي كنبوسهم بنفس الطريقه، حتى حفادي كنبوسهم بنفس الطريقه. غينكر اخوتي جمله وتفصيله جميع التهم المنسوبه اليه، واخا كان فيديو كيوثق هذيك الجريمه صوت وصوره غادي ينكر، ولكن رجال الشرطه الله يعطيهم الصحه من هذا المنبر وتحيه للقضاء المغربي والله ينصرهم والله يعزهم، غيقولوا ليه ماشي مشكل انت كتقول انك ما دير والو ماشي مشكل، غادي تبقى هنا معنا رهن الاعتقال بما قمنا بتعميق البحث،
هو خوتي غادي يسمع تعميق البحث، هو غيبول في السر والو، غتشدو الرعده، غيبدا كيعرق وينشف وما غيعرف باش يتبلع. علاش في نظركم اخوتي؟ لانه عارف مازال كاينين ضحايا في بلايص اخرى اللي مكرفص عليهم واللي هتك العرض ديالهم، واللي هما الاحفاد ديالو والوليدات ديالو. وسمعت انا اخوتي حتى فاش كنت كندير بحث على هذا الموضوع ان الزوجه ديالو عندها بنت معاقه واللي حتى هي ما سلماتش من الخبث ديالو ومن الجبروت ديالو. والمفاجأة الصاعقة في هذه القضية أخوتي هو أن مراته كانت على عين بجميع هذه الأفعال المشينة وهذه الأفعال الإجرامية اللي كان كيرتكبها الزوج ديالها الوحش الآدمي في حق الأطفال وفي حق بعض الناس والضحايا ديالو، اللي منهم كما قلت لكم في بداية الفيديو أخوتي طليقة الأخ ديالو. واحد البنت قاصر كانت عندها 15 سنة كانت كتجي عند الأخت ديالها في الحي اللي كان ساكن فيه هو. كانت فاش كتدي بنت الأخت ديالها المدرسة كان كيتربص بها وكيتحرش بها وكيديرونجيها في الطريق وكيلوح ليها الهضرة. ولكن البنت صرحات في منبر شوف إيبي اللي كانت اتصلت على المباشر وعطات الشهادة ديالها، قالت أنها بقات كتجاهله وهو كيحاول يزعجها نهار على نهار. واحد النهار غيمشي لعندها وغيشدها من يديها وغيقول لها انت اشنو كتسحبي راسك ما كتعطينيش وقت، حقا ما حقا راكي عجبتيني وبغيت نزوجك لخويا. المهم اخوتي البنت كتقول انها ما كانت عارفة والو انا ذاك، يعني في سن 15 بقى مراهقة ما عرفت تشي حاجة، تزوجات بالاخ ديالو على سنة الله ورسوله. وخا بقى كتستغرب هالضحية، قالت لك ما عرفت كيفاش طلع الوراق من المحكمة ديال الزواج وكيفاش دغيا حضروا العدول وانا باقى عندي غير 15 سنة. يعني اخوتي انها دخينا راه مخ الويد حريمي، شيطان في صفة إنسان. ومن بعد أخوتي فاش غتزوج بالأخ ديالو غيبدا يتحرش بها ويتربص بها وغيقول لها أنا اللي زوجتك الأخ ديالي وعطاني حقي وعطاني صوابي. المهم أخوتي ما نطولش عليكم، قالت هالأخ ديالو اللي هو رجلها، قالت لي راخو كيبسل عليا وهشنو كيقول لي وهشنو كيقول لي، وكتصرح الضحية أن الزوج ديالها اللي هو أخ المجرم ما تسوقش ليها. وهذا الشيء أخوتي إن دل على شيء راه كيدل على أن هذا الوحش الآدمي وهذا المجرم كان معيش هذوك الناس اللي قرابين ليه في المحيط ديالو في الرعب، وكان كلهم دير لهم غسيل الدماغ، وكان كلهم كيبتزهم، وكان كما كنقولوا لاعب عليهم العشرة ودير فيها هو صعصع. المهم اخوتي هذه القضية مرة اخرى كنلقاو فيها وكنتعلموا منها درس وعبرة في الحياة. بالنسبة لي شخصيا اول عبرة استنتجتها من هذه القضية ديال بيدوفيل الشاطئ هو ان الله سبحانه وتعالى فاش كيبغي يفضح شي واحد راه قد ما طال الزمان كيفضحه وكيفضح الجرائم ديالو وكيفضح الاعمال الخبيثة ديالو اللي كان كيخبيها على مر السنين. وحاليا اخوتي بالنسبة للجديد في هذه القضية كما قلت لكم هو ان المجرم كيعترف بجميع التهم المنسوبة إليه. واللي كيتبين عاوتاني في هذه القضية اخوتي هو ان حتى الزوجة مشاركة معاه لانها كانت كتستر على الجرائم ديالو. لا شك اخوتي ان حتى الزوجة ديالو كان كيبتزها وكان كيستغل السذاجة ديالها وكان معيشها في الرعب في قلب الدار. وهذا علاش اخوتي كنقول لكم دائما معظم الاشخاص اللي كتشوفوهم انهم ظريفين بزاف وانهم كيبينوا الطيبة بلا قياس لعباد الله وان كل شيء تيقولها فيهم زوينة، هاد الاشخاص ما كنقولش كلهم ولكن فئة كبيرة منهم خاصة هاد الزمان اللي كنعيشوا فيه اراه كيكون عندهم وجه شرير اللي مخبينو على الناس وكيضربو غير من التحت والدق وسكات. فمن هذا المنبر كنقول لكم اخوتي بنات مراهقات عيالات الى اخره ردوا البال، ردوا البال وحيدوا منكم هذيك السذاجه وهذيك الثقه الزائده، لا هذا السيد راه غير هبيل، لا هذا السيد والله تضريف، لا هذا السيد عمرنا ما شفنا منه شي حاجه ديال العيب، لا هذا السيد كل شيء كيقولها فيه زوينه، لا هذا السيد كيقول غير ما قال الله ما قال النبي. انا لا اعمم ولكن قلتها وغنعاود نقولها لكم اخوتي، كاينة فئة كبيرة ديال الناس في هذا المجتمع وفي هذا الزمان اللي ولينا كنعيشوا فيه كيستعملوا، سمعوني مزيان وركزوا معايا الله يرضي عليكم، كيستعملوا الطيبة
كوسيلة باش ما كيبينوش هذاك الوجه الحقيقي ديالهم. هذاك الوجه الحقيقي لما كيبينوه كيبينوه غير الضحايا ديالهم اللي كيتربصوا بهم. بحال مثلا كتلقاي واحد الراجل اللي كيعامل الزوجة ديالو خيب في الدار، كيحتقرها كيهينها كيستفزها كيمرضها، كيكون بطبيعة الحال شخصية سامة، ولكن مع الناس وفي الخارج راه كيبين الضرافة اللي بطبيعة الحال كلها نفاق في نفاق، كيبين راسو أنه مزيان، كيبين راسو أنه ولد الناس إلى آخره. وهادو راه كيكونوا أشخاص سامين وأشخاص نرجسيين. واتضح لي شخصيا في هاد القضية ديال البيدوفيل الشاطئ أنه يعاني أيضا من اضطراب الشخصية النرجسية وعنده حتى انفصام في الشخصية، ولكن بطبيعة الحال هاد الشيء ما كيمنعش باش هاد المجرم يتلقى أقصى العقوبات، أقصى العقوبات. وعلاش لا الإعدام باش يكون عبرة لمن يعتبر. وليدات المغرب خط أحمر عينا خوتي من سمعوا كل شهر كل أسبوع كل ساعة اغتصاب طفل في هذه المدينة، تعداو على وليد على بنية داروا لها فعلوا لها كذا إلى آخره. عينا من سمعوا هذه الأخبار. ومن هذا المنبر كناشد السلطات وكناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس باش يعطي التعليمات دياله ونشوفوا أقصى العقوبات اللي كتطبق على المعتدين على الأطفال وحتى على المراهقين. وهذا الشيء اللي كنشوفوه خاصة في صفوف الرجال الكبار أشباه الرجال الشارفين، فيما كتشوفوا أخوتي شي شارف كيكون عنده الشدود وكيتربص بالأطفال الصغار وحتى بالمراهقين. لعنة الله وعلى المفسدين في الأرض. حتى بقى لك غير خطوة الأكبر عاد بديتي كتحرش بالوليدات. وهذا الشيء راه كنشوفوه أخوتي ماشي غير في البحر مثلا أو المخيم، راه نقدروا نشوفوه حتى في مقاطعة، نقدروا نشوفوه حتى في أماكن عمومية، نقدروا نشوفوه حتى في مراكز، وما بغيتش نعطي الأسماء بزاف. ولاو الشارفين يعني أشباه الرجال اللي واصلين 50 سنة فما فوق وباقين كيتحرشوا بالدراري. غنقول لكم طاي طاي وبصريح العبارة، واللي بغى يقبلها مرحبا واللي ما بغاش يقبلها ما عندي ما ندير ليه. ولاو الرجال الكبار فيهم الدودة وكيتحرشوا بالدراري الصغار وكيتحرشوا بالمراهقين. أما بالنسبة لرسالتي للأمهات، حضيوا وليداتكم وحيدوا ديك الثقة الزائدة، الله يرحم الوالدين. ما كايناش هذا كنعرفوه، هذا ولد جيراننا، هذا مزوج، واش اللي مزوج واش داخل الجنة عباد الله؟ راه ولينا كنشوفوا شي وحدين كيمارسوا المثليه ويمارسوا الشدود ويديروا العجب المتعجب، ومنين تيجي شي حد يهضر ولا هذا تتنقز وحده ولا ينقز واحد. لا اويلي راه السيد مزوج، وانا ما فهمتش عباد الله، واش غير اللي مزوج صافي راه ولا كينتمي الملائكه؟ استغفر الله على هذه الكلمه. واش اللي مزوج صافي راه فوق راسه ريشه؟ راه بزاف دابا اللي ولاو كيتزوجوا غير باش يتغطاو قدام المجتمع، دايرين هذيك المراه ولا هي دايره داك الراجل غير قنطره، كيبقاو يمارسوا الرذيله وكيبقاو يصيدوا في عباد الله، كيبقاو يتكرفسوا على ولاد الناس وكيبقاو يغتصبوا الاطفال. وخير دليل على هضرتي هو هذا البيدوفيل اللي عنده تقريبا 58 سنه، وشوفوا اشنو باقي كيدير. فردوا البال، الله يرحم لكم الوالدين، راه هذوك وليداتكم راهم امانه عندكم، راه غتحاسبوا عليهم. راه هذاك الولد اللي انت لايحاه راه غيشدوا واحد يغتصبوا وما غايقولهاش لك، لانك انت اصلا معلمه عيب حشومه سكت اويلي ناري اش هاد الهضره. غيغتصبوا الثاني الثالث، هو مسكين غادي يتلاح لهذاك الطريق اللي ما كنتمناوهاش لولاد المسلمين والتي لا تمت لديننا واخلاقنا بصله. علموا وليداتكم شويه الثقافه الجنسيه، الا قاصك شي حد هنا جي عندي قولها ليا، الا شي حد دار شي حركه معاك معينه غوت وهرب. منين يجي يدخل الولد للدار بالمدرسه نبرك معاه نهضر معاه واحد الهضره اللي زوينه، كيفاش داز نهارك ولدي في المدرسه، واش ضربتي مالك، نقلب ليه لحمو غير بالفن، ماشي ندير ليه داكشي ديال استنطاق الشرطه وداكشي ديال المطار، نشوف ليه لحمو غير بالفن هادي الى اخره. علموا ولادكم الثقافه الجنسيه. دابا كاين هذا البيدوفيل ديال الشاطئ الجديده اللي طاح وبانت الحقيقه ديالو، غيدفع بطبيعه الحال الثمن ديالو، ولكن ما تنساوش اخوتي راهم باقين بزاف ديال لي بيدوفيل ديال المغتصبين وليدات الصغار اللي مخبيين وفي اي بلاصه. هذا الشيء ديال الشدود راه ما عندوش علاقه بهذا، لاباس عليه، هذا مزوج، هذا كبير، هذا صغير، هذا كذا هذا كذا. الشدود واغتصاب الاطفال وهذا الشيء اي واحد يقدر يديره واخا يكون فوق راسو ريشه. ما كايناش هذيك الثقه وما كايناش هذوك الاعذار الفارغه، ما كايناش هذيك الهضره هذا ظريف، هذا ولد الناس، هذا غنيه، هذا غيهبي المسكين. ما كاين، واش عشرتيه؟ واش عشرتيه؟ راه والله القسم
الا كاينين بعض الانواع ديال الناس اللي ما كتعرف الحقيقه ديالهم حتى كتعاشرهم مزيان وكتحتك بهم مزيان عاد كتعرف الوجه الشرير ديالهم. في الزنقه راهم لاعبين على عباد الله الدرافه ولاعبين على عباد الله الصواب والطيبه والشهامه والاخلاق. والله العظيم ملي كدوز معاهم واحد الوقت معين وكتحتك بهم عاد داك الوجه الحقيقي ديالهم كيبان. وردوا البال، ردوا البال على دوك الوليدات، راه امانه في رقبتكم، ما تضيعوش لهم مستقبلهم. ومن بعد منين يكبروا راه المجتمع ما غيرحمهمش، ما غيرحمهمش. واي واحد شاف بحال هذا المنكر خاصو يبلغ عليه، خاصو يبلغ عليه. وكاتم الشهاده فهو آثم ولا ينتمي الى دين الاسلام، لا ينتمي الى دين الاسلام. اي واحد غيشوف المنكر ولو انت ما تقدريش انك تواجهي داك المجرم، نصوره ندير فيديو وانا فاعله خير، ولا نعيط غير للرقم ديال الشرطه، ها البلاصه ها فين وها فين، ولا نمشي عند مخفر الشرطه. حتى واحد ما يسكت، ما بغيناش بنادم يبقاو يسكتوا على هاد الجرائم. وكيف ما كان الشخص، القانون فوق الجميع، كان في مقاطعة وتحرش بك، كان في قيادة، كان في مكان عمومي، كان في أي بلاصة، نخبر الشرطة، ندير اللي عليا، ندير اللي عليا. واحد مر واحد، واحد مر واحد، منين غيشوفوا الشرطة أن بزاف ديال الشكايات في واحد البلاصة معينة أو ضد واحد الشخص، بزمنهم غيتحركوا، لأن هاد المواضيع صافي راهم تفاقموا في المجتمع المغربي وبنادم ساكت. شكرا لكم.